ايه سمعت الموضوع ده بتاع المنزل اللي بيتحرق؟ اتحرقت مرتين. احكي لي ايه اللي انت سمعته. انكم قاعدين في امان الله وتولع كل حاجه. شفت النار دي بعينك؟ شفناها وحرقت في كل حاجه هنا. طب الحريقه دي اسبابها ايه؟ القطط. ما اقول تولعها القطط تولع وحدي. انا لفت نظري ساعه ما جيت ان في قطط كتيره جدا موجوده هنا. يعني ده شيء طبيعي وجود القطط هنا طبعا. اذا كانت في قطط موجوده تولع المكان ليه او هتولع المكان ليه؟ وحديها كده حاجه كانوا تولع كلها. عز النطره يا باشا. عز النطره بتطير تولع على طول. بقول لك عم نازله كان هنا قدام على طول. ايه معلوماتك؟ بقى لنا 40 يوم. قول لي بالظبط معلوماتك. بقى لنا 40 يوم بيت الحاجه اللي هي ايه الاساسيه الكبيره وبعدين بنتها وبعدين ابنها وبعدين بنتها الثانيه. النهارده نفس الكلام ده حصل. بقى لنا 40 يوم نطفي هنا نولع هنا، يطفي هنا يولع هنا، يطفي هنا يولع هنا. بقى لنا 40 يوم حاليا وزي خايفين يخشوا البيوت. تاني بيت في الاربع بيوت اللي حضرتك موجودين دول. اربع بيوت. شاور لي عليهم كده كمان. حضرتك الاربع بيوت معايا. الكاميرا تلف معايا لو سمحت. الاربع بيوت اللي هم هنا دول كده اللي ورا بعض كده في الجنب ده كده حاليا هم قاعدين في الشارع خايفين يخشوا البيوت حتى الاطفال. مش عارفين يعني اصحاب البيت قاعدين مقيمين بره البيت في الشارع خايفين يخشوا. لان يعني مغذى النهارده يولع نطفي مغذى الصالون يولع اوضه النوم نطفي اوضه الاولاد يولع اوضه الصالون. النهارده تطفيله الكلام ده بدا امتى؟ بقاله 40 يوم بالظبط. شفت بعينك؟ شفنا بعيننا. ده اللي بنطفي كل مره. احنا اللي بنطفي كل مره مع الناس. بنطفي بميه. بنطفي بميه. بتطفي على طول. مجرد ما نحط عليها ميه بتطفي. بس بتكون عدمت الحاجه عدمتها ملهاش اي لازمه تترمي خرده. طب 40 يوم وقبل ال 40 يوم دول كان في حرايق هنا؟ لا كان في حرايق هنا؟ لا مش في حرايق هنا خالص. الظاهره دي جديده من 40 يوم. طب ايه اللي حصل من 40 يوم خلى الحرايق دي تطلع؟ ضرب القطط. ضرب القطط؟ ضرب القطط وسموها. وسموا القطط فعلا؟ صدق. كيري عنده يعني سموهم ازاي؟ حطوا لهم سم في الاكل. ماتوا. بعد كده بقت الحرايق تبتدي. نطف القطط. القطط ماتت ولا ماتتش؟ ما ماتتش. وانا صاحب البيت. انت صاحب البيت؟ اسمك ايه؟ جمال صبح بقى. استاذ جمال احكي لنا ايه اللي حصل؟ الحكايه اللي انا كنت سالي اولا اول. كان بتعمل براز على الحمام. شغلك ايه؟ شغلتك ايه؟ انا بياع فاكهه. تعمل برازة الحمام مرة واثنين وثلاثة. ودخلت عليه رحت ضاربها بالأمشة يوم الخميس. امال ايه الأكل اللي بتاكل؟ ده أنا كنت حاطط فرخة. جيت ما لقيتهاش كلتها. أنا زعلت بس على إيه؟ الحمام اللي تعمله على السرير ضربتها بالأمشة يوم الخميس. طبعا يوم جمعة الحاج الساعة دي كان كل يوم ولع ولع ولع. أما هم القطتين اللي هم سموهم ما ماتوش. كم قطة اتسمت؟ اثنين. مين اللي سموهم؟ مراتي ما اتغلش منهم بقى راح حطيت لهم سم عشان يموتوا ما يبهدلوش الحاجه. يعني احنا نبص مطرح ما لقيناهم ما لقيناهمش في مكانهم. ما هو لحد دلوقتي. طب انتوا سميتوا القطط وديتوهم فين بعد كده؟ رميناهم ورا. فين؟ في حته من الجبل من ورانا. اتاكدتوا ان هم ماتوا؟ هم ماتوا بس لما رجعنا سنه عشان نشوفهم ما لقيناهمش. وهم لحد دلوقتي قاعدين معايا دلوقتي. اللي انت سميته موجودين دلوقتي. عرفك ان هم نفس القطط. هم ما احنا اللي ضاربينهم احنا اللي عاملينهم. عارفينهم يعني؟ عارفينهم. بقالهم عندك كام سنه القطط دي؟ القطط اكتر من سنتين وقاعدين معايا. اول مره يحصل اللي هو اللي يحصل الحمام على السرير وده حاجه بهدله اخر بهدله. خلاني ضربتها بالامشه. مسكت عصايه فيها حته جلد وضاربها بيها. كان يوم الخميس صباح الجمعه بقى اللي حصل لنا بقى فيه. ايه اللي حصل لكم بعد كده؟